عملية الرقمنة تحويل وتغيير النماذج الاقتصادية الحالية ونماذج الاستهلاك والهياكل الاجتماعية والقرارات السياسية والنماذج التنظيمية والحواجز الثقافية. فرح، هذه مرايا التحولات الرقمية والتمثلات الذهنية للذكاء الاصطناعي. هذا كتاب يلقي الضوء على كل هذه التحولات. التفاصيل كلها في هذا التقرير. إذن للحديث أكثر عن الكتاب نستضيف مؤلفه أستاذ اللسانيات في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان مرعد. دكتور صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. إذن دكتور، تقول في كتابك وأنه يعني الخوارزميات تحبسنا في فقاعات، لماذا استخدام هذه العبارة؟ هل لك أن تشرح لنا؟ نحن يعني الخوارزميات تحبسنا في فقاعات إذا حبسنا ذاتنا في هذه الفقاعات. الفقاعات يعني الفقاعات المعلوماتية، بمعنى المعلومات التي نحصل عليها هي ليست هي يعني مختارة من هذه الخوارزميات بناء على ما نقوم به نحن. فإذا على سبيل المثال يعني ليدخل أحدنا على جوجل حاليا في هذه اللحظة ويفتش عن بطاقة للسفر إلى مدينة معينة، سيحصل بعد ذلك على مجموعة من الإعلانات التي صحيح. تتحدث عن هذا الموضوع. أما الفقاعات التي أتحدث عنها عن المعلومات فهي عملية التواصل التي تحصل في شبكات التواصل وتويتر. فالمعلومات التي والأصدقاء الذين نتواصل معهم هي المعلومات التي نحصل عليها لاحقا، أي ما ينشرونه يعني هم. فعمليا يحصل الإنسان اللي عنده مثلا 1000 متابع على فيسبوك يوصلوا حوالي 3000 رسالة، يعني مجمل الرسائل الموجودة 3000، ولكن هو لا يرى إلا 150 رسالة. 150 رسالة التي رآها الأصدقاء يعني أو البوستيت هي مع الأشخاص الذين يتواصل معهم. فإذا فتشنا على سبيل المثال عن بعض الأشخاص الذين لا نراهم على فيسبوك ونفتش عنهم، سنرى أنهم ينشرون ولكن لا يوجد أي تواصل. هذه هي الفقاعة، أي نحصل على المعلومات التي نهتم بها نحن. هذه ما أسميه الفقاعة المعلومات، يعني يضعنا شبكات التواصل والخوارزميات تضعنا في إطار معين، في إطار الإبسن نسميه الإطار الذهبي. وطبعا هذا له تبعات ومستجدات بناء على تغيرات في سلوكية الفرد. يعني نحن أصبحنا في حفظ معلوماتي من خلال دراسة البروفايل. يعني لكن هذه المعلومات التي تتوفر لنا وهذا النمو المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وازدياد عدد مستخدميها يجعلنا نتخيل بأن هناك نمو معرفي يتزايد أكثر. هل برأيك هذا صحيح؟ لا أعرف إذا استطعتنا أن نتحدث عن نمو معرفي. يعني كثرة المعلومات لا يعني أن هناك نمو معرفي. إذا استغلينا هذه المعلومات بالشكل الصحيح ممكن أن يؤدي ذلك إلى نمو معرفي، لأنه نحن نحصل على معطيات يعني هي المعلومات الخام، أوكي، ونستهلك هذه المعلومات كما نستهلك كل أمر يأتي من كل صوب يعني. فالمهم ليس ماذا نفعل بالتكنولوجيا ولكن ماذا تفعل بنا التكنولوجيا. يعني هذا هو ما أحاول أن أعالجه في هذا الكتاب من خلال الرؤية النقدية لكل ما يحصل. هذا النمو المعرفي، فإذا علينا أن نكون مستخدمين محترسين لكي لا نقع في المطبات. فإذا كان هناك فعلا نمو معرفي
لن يكون يعني ثقافة المؤامرة فيما يحصل وما حصل على يعني زمن الكورونا واللجوء إلى الأخبار المزيفة التي كانت تتردد وإلى آخره والموجودة، ويوجد على العديد من الناس ما زالوا مقتنعين أن ببعض الأمور بأن هناك مؤامرة وإلى آخره بالرغم من كل ما حصل. هذه هي يعني أنه لا يوجد فعلا نمو معرفي. صحيح. إذا ما استخدمنا هذه شبكة التواصل ربما على العكس صحيح. يعني ربما تؤدي على العكس أن الأمر يتجه سلبا، ربما ليس نمو معرفي إنما كثرة الأخبار صحيح. المزيفة تؤدي إلى سوء معرفة وبالتالي تداعيات صحيح لا يمكن يعني المعرفة هي كيفية استخدام القواعد المخزنة في الدماغ من خلال إنتاج معلومات جديدة، أما إذا استهلكنا المعلومات كما هي لا يعني أننا ننتج معرفة. طيب هناك نقطة أخرى أيضا دكتور غسان، وهي الشخصيات التي تختلف. أعتقد يعني التكنولوجيا قد تعطينا نوعا ما اختلاف في الشخصيات التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بنفس الشخصيات في واقعها في المجتمع. لا يعني هي وقت بتكون بينك وبين الحاسوب استطاعتك أن تقول ما تريد، لأنه لا يوجد قواعد ولا يوجد ضوابط. يعني الاختلاف بين الواقع والعالم الافتراضي، العالم الرقمي أسميه لأنه سننتقل لاحقا إلى العالم الافتراضي صحيح. من خلال الميتافيرس عندما ندخل في الميتافيرس، ففي اختلاف جذري في هذا الموضوع. نحن في يعني حاليا بين الواقع والخيال، فما يسمى الحلم. يعني الإنسان ما يحلم أن يكون عليه هو ما يعرضه على شبكات التواصل، فهذا هو الاختلاف الحاصل. يعني في مشكلة في الأنا الشخصية عند الشخص، يعني هي ليست فعليا الأنا الواقعية، هي أنا افتراضية ترتبط بمقولة يعني حسب عالم الاجتماع بورديو تو ما في، يعني شوفوني يا ناس أوكي أنا كيف. محتمل كل ما يقوم به الإنسان أن يكون غير صحيح أوكي من الصور واللباس وإلى آخره. طبعا هذه ثقافة أسميها أنا ثقافة التمظهر، يعني ليس أن تكون ولكن أن تكون ما يراه الآخرون فيك. يعني هي ليس الأتر ولكن الباراتر. طبعا الأسبوع الماضي حكينا عن اللغات الأجنبية، ولكن بعض الأوقات نحن بحاجة لتحديث بعض المفاهيم تحدد في لغتها الأصلية. قبل أن يدهمنا الوقت دكتور غسان، تحدث أن العالم يتوجه إلى ثقافة أحادية رقمية، هذا ما تحدث عنه في الكتاب. ما المقصود بهذه العبارة وكيف سيكون مستقبل الإنسانية باختصار لو سمحت لي بسبب ضيق الوقت؟ يوجد نحن في ثقافات مختلفة، وكل ثقافة وكل مجتمع له قيم. هذه الصناعات والأجهزة التي تصنع هي تصنع لمجتمعات وقيم مختلفة، وبغض النظر هم لا يهتمون بإنسانية الإنسان. فعلينا توطين هذه الأدوات في ثقافاتنا، لأنه نحن عندنا يعني في عندنا الثقافة المجتمع وعندنا الثقافة الدينية وعندنا الثقافة الأخلاقية. يعني هذه الأمور القيم الموجودة في داخلنا هي تختلف عن باقي الثقافات، لهذا من المفترض بنا أن نوطن هذه الأجهزة والأدوات في ثقافتنا لكي لا نقع في المطبات، وأن لا نصبح جميعنا جميع الناس يعني عندهم نفس الثقافة. هذه هي الثقافة الأحادية، هي ثقافة المسيطر. أن نخرج عن ثقافة المسيطر، لأنه دائما المغلوب يقلد الغالب. وهذه هي احدى المشاكل التي نحاول ان نعالجها لكي نخرج من هذا يعني التخبط الثقافي. لانه مثلا الثقافه الشعبيه في العالم العربي تختلف عن الثقافه الشعبيه في امريكا او في فرنسا، لهذا علينا ان لا نضيع ايضا هذه الثقافات، وان نوطن التكنولوجيا ونستخدمها بالشكل الصحيح لابراز ثقافتنا والابراز الهويه العربيه والابراز اللغه العربيه ايضا التي تشكل جزء كبير من الثقافه. إذا نحن نشكرك جدا أستاذ الاستثنائيات في الجامعة اللبنانية دكتور غسان مراد، شكرا لك. شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى الإضاءة على هذا الكتاب. شكرا دكتور.